السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احوال طيبه وصحه جيده. تحياتي للناس اللي كتسول عليا من بعيد من قريب، خارج ارض الوطن من داخل ارض الوطن. الحمد لله احوالي طيبه، بنوته ديالي بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. في هذا الفيديو هذا غادي نجاوب على بعض التعاليق المسيئة للقناة ديالي أو قناة الزوج ديالي الله يرحمه، وبعض التوضيحات بالنسبة إشاعات حول وفاة الزوج ديالي وشي البوز اللي بغي يدير البوز. الله المستعان. بالنسبة لأول تساؤل، يعني أخوات أو الله أعلم، وإحنا عرفنا وش عنصر نسوي ولا عنصر ذكوري ولا شبه ذكوري اللي كيحط بحال هاد التعليق هذا، شي حاجة كتخص يعني حياتي الخاصة بيني وبين الزوج ديالي الله يرحمه، كتبقى حياتي الخاصة بيني وبين الزوج ديالي الله يرحمه، كتبقى أسرار بيوت، يعني ما كيلاش أنا نبدأ نحط في حياتي الخاصة اللي كتخصني باش بنادم مريض في عقل ديالو نبدا انايا نفسر ليه او نشرح ليه او ندير ليه او نجيستي فيه. يعني انت لا تعنيني بشيء ولا تمد لي باي صله باش انا غمدة نجاوبك. ندوزو السؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثاني، يعني كان فيديوهات او تشهير او اشاعات او خصك تحطي تصريحات او شي حاجه اللي هذا بالنسبه لهذيك المساله كتبقى مساله قانونيه، يعني داخل فيها قرار ديال وكيل جلاله الملك، هو اللي يعطي الاذن باش اطراف معنيه اللي غتعطي تصاريح للمتابعين ضد التهم المنسوبه اليهم. يعني انا ما عنديش حق بانني نطلع اي معلومه، كاين اطراف معنيه هي اللي غادي تكون كفيله بانها تحط الاجابات وتصاريح في قنوات ديال الصحافه اللي نقولوا اللي هي متميزه او معتمده عند هذه المنصات. هذا هو اللي نقدر نقول. في سؤال اخر، في بعض الفيديوهات يعني بانت لينا الشرطه، بانت لينا هادي، بانت لينا هادي، بانت لينا هادي، وانتي ما خرجتيش، ما جاوبتيش، ما قلتيش هادي. كيف قلت انا في الاول، حياتي الخاصه كتبقى خاصه بيا انا والزوج ديالي فقط، البيوت كلها اسرار، كتبقى حياتي الخاصه، ما عندي انا لا لاش غنفسر لاي واحد شي حاجه اللي كتخصني انا ما بيني وما بين الزوج ديالي الله يرحمه. بالنسبه جات الشرطه ولا ما جات الشرطه، الشرطه انا اللي جبتها. بالنسبه كان شي ناس وهذا خصهم داروا ازعاج للساكنه، كان ضروري انه يكون تدخل ديال الشرطه باش تحاول تزول هاد الناس من الفضاء ديال السكن او الجيران اللي تأذوا من الكلام وهذا وهذا، كان ضروري تدخل ديال الامن باش يحيدهم. ومن جهه اخرى، يعني وكيل جلاله الملك يعني هو اللي عنده الحق بانه يرفض او يقبل طلب تشريح اللي وضعته انا ضمن المطالب ديالي، كيبقى وجهه النظر ديالو هو. وفي القريب ان شاء الله غتكون الحكم والمتابعه ان شاء الله في هذه القضيه هذه، كتبقى واش خرج شي تصاريح او القضيه او لا، غنشوف على حسب النظر ديالي انا، يعني على حسب. وحتى تستوفي الابحاث الشرطه القضائيه الملف ككل، وفي القريب العاجل القضية مازال في الاستئناف،
وفي القريب لاجل أخبار لن تصر الجميع. وفي الأخير ما نسوش الدعاء خالص لعبد الحليم الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقة القبور والله يجعله من منزلة الصادقين والشهداء يا ربي آمين. كلمة حق الزوج نقول كانت فيه أسرة ديالي كاملة، نقول كانت فيه عائلتي